السلام عليكم ورحمة الله. فيه بعض الأسئلة يثيرها إخوان المتابعين، تطلب شوية وقت باش واحد يرد عليها، لأنه الموضوع يعني واسع، وبالتالي نفضل نخصص تسجيل كامل لهذا الموضوع، بعكس ما كاين أسئلة اللي واحد يجاوب عليهم يعني بسرعة في إطار لكل سؤال جواب، باش ما نفوتوش الوقت. من ضمن هذه الأسئلة اللي يعني تتطلب وقت شوية كبير، سؤال جاء من عند أخ يقول لي: هل صحيح ما قاله العقيد المتقاعد عبد الحميد العربي الشريف في منتدى جريدة الحوار الجزائرية، والتصريح موجود في اليوتيوب، بأن الجنرال بتشين لما عين على رأس المخابرات اكتشف مكتب سري للتعاون مع فرنسا دون علم القيادة، ويرأسه ضابط يتبع الجنرال بالخير وتحت حمايته، وأن هذا الضابط ترقى وتولى مسؤوليات حساسة بعد تنحية الجنرال بتشين على رأس المخابرات. سؤال بدي، والأخ يقول لي: أرجو أن ألقى الرد على السؤال من حضراتكم، خاصة أنك كنت في تلك الفترة ضابطا في الجيش ولديك علاقة عمل مع الجنرال بتشين. أنا يعني كنت نقدر نكون كنت من المقربين للجنرال بتشين، وحتى لما خرج للتقاعد وأنا خرجت تاني للتقاعد بقينا على علاقة، ويعني وحكى لي بزاف أمور. أنا ما نذكرش هذا العقيد عبد الحميد العربي الشريف في دائرة جنرال بتشين، ما نذكرش إذا كان واحد في دائرة جنرال بتشين، معروفين يعني كانوا الآخر نعرف بعضنا، باش واحد يقدر يقول الكلام هذا يعني. ولن لو جنرال بتشين وجد هذا المكتب إلى واش يسميه هذا يا المكتب سري، كان ينحيه ويسأل واش كاين وعلاش وكيفاش، لأنه جنرال بتشين كان شاف تاع الصح، تفهموا ما كانش نص شاف تاع هاك ولا لا سنة هذي نديرو هذي ما نديروهاش، لا يعني تي شاف كان شرح. الضبط هذا اللي يلمحوا له، أنا كنت فضل أنا لما واحد باش تكون عنده مصداقية يذكر الاسم، يذكر الاسم شكون هذا الضابط هذا اللي من بعد ترقى له. أنا هنا نشوف تلميح لجنرال إسماعيل الله يرحمه، تلميح باين لي، وهذا يعني خطأ. هي واش اللي كاين، هي أنه في إطار التعاون بين الأجهزة الأمنية، كما كان تعاون مع السي اي اي مع الكي جي بي مع الاجهزة البيان ديال الالماني مع البريطانيين مع الايطاليين مع كل الاجهزه، مع المغاربه مع التوانسة مع الليبيين، كل الاجهزه الامنيه كانت عندها موفد في الجزائر يعني معترف به، كل ما يحتاج إلى معلومات يتوجه إلى الجهاز الجزائري، والجهاز الجزائري مكلف لكل بلد شخص يعني ضابط اللي هو يكون في اتصال مع مراسل الجهاز الأجنبي الأمريكي، كاين مراسل كاين ضابط اللي هو يهضر مع المراسل الأمريكي، لما الجزائر تحتاج معلومات تطلب منه، لما هو يطلب من الجزائر يطلب، ونفس الشيء الجزائر ترسل إلى الخارج ممثل أمني، مراسل أمني نسميه مسؤول مكتب الأمن في السفارة في كل دول اللي عندنا معها تبادل. هذا يعني الشيء كان مع فرنسا كان نفس الشيء، والعلاقة اللي كانت مع فرنسا كانت مع الدي اس تي، لانه
لما الشاذلي بن جديد، لانه هذا التعاون الامني بدا في عهد الشاذلي، وبدا بالضبط في منتصف سنوات 80، من 84 85، لانه من قبل كان التعاون الامني فقط مع الدول الشرقيه وخاصه الاتحاد السوفيتي سابقا مع الكاجيبي، لانه الكاجيبي هو اللي كان يدرب ضباط جزائريين، كان مع الاجهزه الرومانيه خاصه فيما يخص الاتصالات السلكية ولا سلكية، كان مع جهاز الكوبي، يعني غير مع الدول تاع اللي احنا قراب منها. بالنسبة لفرنسا، لما شادلي الله يرحمه طلب جنرال الكحلعيات رحمه الله باش يقيم علاقات تبادل أمني مع فرنسا، جنرال كحلاية تخمم، وأن الكلام هذا قالوا لي جنرال الكحل مش يعني نجيبه من القهوة وإلى قال سمعت وإلى لا، جنرال الكحل شخصيا أنا ثاني خدمت معاه، ولما خرج للتقاعد بقيت نزوره في بيته، وكانت العلاقة معه طيبة، وكان يقدرني يحترمني، وأنا كنت نحترمه بزاف ثاني، يعني كان احترام متبادل برغم صغر سني، يعني أنا لما واش كبير ومجاهد وبتاع، انا يعني كنت ولد البارح، انا ذاك الوقت عندي 30 سنه و 32 سنه. جنرال الكحلعيات خمم، قال اذا نعمل علاقه مع لا دي جي اس او السداس اللي كانت هذه هي مديريه الامن الخارجي، يبقاو هما برك يطلبوا فينا، لما حنا نجيو نطلبوا لهم معلومه يقول لك لا هذا خاطينا، حنايا مهتمين بالتعاون بالامن الخارجي، ما على بالناش راه صاير الداخل، وهما يبقاو يطلبوا منا واش يبغي. دونك هو وردير عمل علاقه امنيه مع دي اس تي، مديريه امن التراب، ديريكسيون دو لا سيكوريتي دو تيريتوار، الأمن الداخلي الفرنسي. هكذا يعكس الآية أنه لما الفرنسيين احنا نحبوا نطلبوا منهم حاجة نقدرش نقول لكم على بالناش ديروا شي يحصل في بلادهم، ولما هما يطلبوا نشوفوا واش نقدر نمدولهم ونقدر ما نمدولهمش، نقدر نقول لا هذه خارج نطاقكم، يعني باش ما هذا مثلا ما يهمش الامن الداخلي الفرنسي، لما تجي تطلب لي انت معلومات على شيء اللي ما يهمكش. واللي كان مكلف في ذاك الوقت بالتعاون مع فرنسا، بعد ما كان حاكم نسخون ابل دوسي فرنسي، في وقت من الاوقات كان نقيب حسني رشيد، بعد كان نقيب سليمان، وبعد نقيب سليمان مشى لفرنسا، ومن بعد لما مشى كان ذاك الوقت كوموندون الحبيب، اللقب تاعو ضاع لي، المهم كان بعد تاع جنرال توفى الله يرحمه. في الجزائر الكولونيل اسماعيل هو اللي عاد مستكلف بالملف الفرنسي، خاصة لما بما انه على المستوى الفرنسي كانوا مطلعين الاخر، يعني كان الكولونيل فيليب روندو وبعد ولا جنرال، كان هو اللي ماسك الملف الجزائري، دونك ما تقدرش تحط له انت ليوتنو ولا كابيتان مقابله، كان كولونيل اسمه كان ليوتنو كولونيل ذاك الوقت. جنرال بتشين لما جاء على رأس الجهاز ما كانش يعرف بلي كان تعاون أمني مع الجهات هذه الاجنبيه، مع السي اي اي ومع الام اي 5 ومع الام 6
ومع الفرنسيين وجنرال بتين بون حساس كل ما هو فرنسي يعني هذا لمستها فيه وتعرف في هذا الاخر يلي اليرجيك تو سكي فرونسي يلي اليرجيك ما يحملش يعني لا. ما يحملش هذاك التعاون هذاك مع فرنسا وكان على بالو شكون كان ماشي مكتب سري هذه كان جنرال اسماعيل هو اللي كان كورونال ذاك ليوتنان كورونال هو اللي ماسك الملف الفرنسي وشي اللي يديرو بعلم جنرال بتين يعني ما تقدر تجي انا حضرت الاجتماع مع فيليب روندو لانه كان الموضوع يهمني انا يهم الملف اللي انا كنت ماسكو حضرت هذا الكورونال اسماعيل يعني ما يروحش هو راس راس مع الخدمة مع ضابط وكذا وهنا يعني كانت الناس تحوس باش الوقت بو يخلقوا شغل خلاف بين جنرال بتين والكولونيل اسماعيل وحصل هذاك الخلاف كما حبوا يخلقوه ما بين ثاني جنرال بتين وحمروش يعني هذا هو معروف هم في زوج على قيد الحياة يعني وشي لان يقولوا ما هوش الاخر يعني افتراء كانوا حبوا يدخلوا في بعضهم هذا هو كان حزب فرنسا هذا يخدم سمعت العلبة السوداء تاع فرنسا كانت هكذا تخدم وجنرال بتين كان مدرك واعي بحكاية هادو قدام ما جيش فرنسي وكان عنده موقف منهم من الزار من العربي بالخير من كامل كان عنده موقف وانا شخصيا يعني واش اللي خلاني انا عندي هذيك الاليرجي ثاني من توسكي فرنسي من القدماء ديال الفرنسي لاني تربيت في نص هاد الناس هادو ما انا عرفت الكورونا محمد علاق الله يذكره على خير والكومون حمود الله يرحمه سمعت يعني ولجنف وفوحان هادو كانوا قدماء مجاهدين وتكلموا لك على دفعه لاكوست خدمت مع ناس كلهم كانوا في جيش التحرير دونك هادو الناس يخليوك تتغذى بهذيك المعادات لقدماء الجيش الفرنسي تتغذى بهذاك النوع من وطنية مفرطة ولكن تبقى مليح انا نفضل نكون وطني يعني في افراط في الوطنية ولا نكون الاخر متخاذل فالجنرال بتين كان هذا يحكم الجهاز حبوا يستغلوه حبوا يستعملوه باش يكسر الجهاز ما حبوا يستغلوه باش يكسر الجهاز كيقول هما العربي بالخير ونزار لأنه بزار كان ولا بعد وزير دفاع سمعت والعربي بالخير مدير الديوان هذا كانوا ماسكين زمام الأمور في يديهم حابين يكسروا الجهاز واش يقولوا له هذا كلام يعني قالوه لي أنا شخصيا سمعته منه وشهادة يعني مش لازم يقولها للتاريخ ما شوف كان اختلافي مع جنرال بتين لما خرجت من الجيش وكان عندنا صراع كبير وذا ولكن نبقى نحترم الراجل هذا لوطنيته ولما كان مسؤول على رأس جهاز المخابرات كانت عمل باش يكون جهاز قوي ما كسرش الجهاز ولما خدمت معاه كان احترام متبادل يعني احترام كبير كان محترمني وهذا الشيء يعني اللي ما نساهولوش كما كان نفس الشيء مع جنرال الكحلايات لهذا نبقى نحترم الراجل ومش على خاطر اختلفنا من بعد على أمور ثانية باش نجي اليوم نقدح فيه ولا نقول فيه لا السيد له ما له عليه ما عليه هذه بنادم مالا إذا قلت لك وهذا كلام سمعته من جنرال لما يقولي قالوا له يفو أسينيغ السيربيس قالوا السيربيس راه يزم الطهر يزم الطهر السيربيس يفو أسينيغ دونك جنرال بتين واش دار دا ينحي ضباط الحساب ما يشوف كذا منا الحساب بالسنة الحساب كذا منا روح للتقاعد روح للتقاعد يعني راحوا بزاف ناس جدد السيرفيس
ولكن الشيء اللي داروا ما كسرش الجهاز، بعكس ما كانوا ينتظروه الاخرين. طلع شباب، انا عارفين مثلا رئيس دائره شيف دو ديفيزيون، لا ديفيزيون يعني هي لا كولون فيرتيبرال تاع الجهاز، العمود الفقري تاعه هي دائره التحليل والتقييم، انا ديفيزيون ايفاليشن اناليز، داير على راسها نقيب، كان نقيب عليلي. شوف يعني لا لا انا كنت نقيب، كنت نائب مدير مكلف بالتحليل، يعني كنت صغير، كان عندي شحال 35 سنة. نفس الشيء على مستوى المراكز، على مستوى المراكز الجهوية بارتو، شبب الجهاز واللي حطهم كلهم جامعيين. مثلا لما نتكلم على نقيب عليلي مع خرج عقيد ونقيب عليلي، من الناس اللي كسرهم جنرال توفيق، شعلة شعلة يعني. أنا نقترح بينوضوها بيني وبيناتنا، بيني وبين عليلي، كان واحد حاب يلعب هكذا مع ال راح بتشين يقولوا هشام يقبلش هو قبطان والاخر قبطان يكون تحت وامر وكذا، ما كيهضر لي بالشقطي بدي يعني اللي يحب يكون سيرجن، انا كنت تحت اوامر ونقبل لي انه الراجل اكفأ مني ونتعلم منه، وهذا انسان شعلان، ما نشوفش الكراد، نشوف الكفاءة والمؤهلات العلمية، الراجل هذا راهو شعلان نتعلم منه، وش قال باسكو راهو قبطان راني قبطان، ما عنديش هذه الحكاية هذه. يعني كاين كفاءات في الجهاز. لما هو يعني دونك فرغ ونقع وشبب لا غاجوني لو سيرفيس، جماعه ما كان عبد الدخل عنده لعبه، اللي حب باش يستعمل الورقه تاع الكولونيل اسماعيل، بقى يعني الوحيد القديم في الجهاز اسماعيل، لأنه الاخرين ما مثلا كيما كمال حبيب كان مشى لفرنسا اون بوست، تاس كان في افريقيا الجنوبيه، واحد في روسيا، كل واحد يعني كان ناس كانوا مشاو مناصب في الخارج كضباط امن طبعا، يعني كان الناس كفاءات كانوا يمشيو، ما كانش يروح قش بختاوي، لا كانت كفاءات تمشي. يعني لما نشوف واحد كيما عبدو يمشي لروسيا الاتحاد السوفيتي، راسي يتكلم كربع لغات، يجونغلي بالروسية، الاخر خبير في الامن، ملي تحطو يقول لك راني هنا. هذا بعد خرجوا توفيق، خرجوا بغيرات كولونيل، يعني لو كان كانش هنا كان قادر يكون هو يقود الجهاز كامل، يعني كانوا كفاءات. العبي بالخير وجمعته ويزيدوا يشوفوا مع عبدين، يقولوا انت راك قلنا لك طهر الجهاز ما درت والو، قال ما كاينش هذايا ما درت والو، الجهاز هو تغير، يعني لحقنا في جهاز الامن في ليغراد كاين ان جينيرال تحت منه يا با كولونيل، يا في دو تروا ليوتنون كولونيل، ومن بعد كيلكو كوموندون كابيتان ليوتنون روح، يعني حتى في ليغراد القبطان عاد عنده منصب، يعني قلت شاف ديفيزيون، قالوا لا اسماعيل، هما شرلوا على اسماعيل في اطار سياسه يعني باينه، بحيث سي كوم سا هو ما عنده حتى حساب يعني شخصي مع اسماعيل لهذيك الدقيقه هذيك الوقت هذاك، سينو كان قادر يضحي ثاني، ولكن هما اللي اسماعيل كان عنده اقداميه، كان قدامنا وعنده المام بالامن الداخلي، ما عم بالهم يضعفوها، قالوا اسماعيل رحنا دارو نحاه. في هذيك اسماعيل كان فقد باباه الله يرحمه،
حنا ثالث يوم بعد الوفاة تاع بابا بعث له يعني خلاص وقفوا تكنيك هذية اللي كانت تصرع انه يجي كيفاش يعملوا لي ريزو، يجي يقول لك نحي فلان، لا تنحيه ما عندكش العام، ومن بعد يجي ليه يقول له واش، يبعث له واحد يقول له واش بيك واش كاين معاك ذا واش، يقول له والله ما على بالي واش كاين، انا ما مسمعي قال هادي يعني واش بيك مع يقول لي جي با كومبلي ما على باليش واش كاين، ومن بعد ماهوش فاهم الحكايه. دونك سيتي بور لو ريكوبيري، ما باش يدوه ليهم، وما شفنا واش داروا به. لما جينيرال بتشين نحى اسماعيل، اسماعيل بون جاو لي قالوا واش كذا كامل، حبيب الخير بعث واش كاين، عيطوا لبتشين قالوا يا ولدي نو استنى بالعقل، هما كانوا مازال ماهمش دير له منصب وين باش يستغلوه، قالوا لا بالعقل استنى الراجل غير كما توفى باباه وكذا منا تنحيتو، ما نحكي الكلام هذا. جينيرال بتشين مازال على قيد الحياة. شي حاجة ردوا داروا مدير الأمن الخارجي، رئيس ذاك ما كانش مدير كان دوائر، رئيس دائرة الأمن الخارجي قعد راكم بعد هما قاعدين يدبروا عليه وكذا منا، ولا عينو مساعد له كان اسيستون دو دي جي دي اس، الى غايه انهم زادوا الحريقه نحيه نحاه، لانه هو يعني يقول لي انا انا كنت مقرب ليه نتكلم بكلام، كان كلام قاله لي لما كنا في الجهاز وكلام قاله لي لما خرجنا من الجهاز، هما ما لو حبوا يديروا له يدخلوا في صراع مع بتشين، يدخلوا سماه توفيق مع بتشين داو تعقل. هي كان ذاك الوقت كانت وانا كنت في الملف هذايا، قلنا نخدموا على الدوسي تاع لو باتو سيكو، هذا زورق السيكو اللي كانوا فيه سواح بلجيكيين وفرنسيين، وقفوه الليبيين في المياه الإقليمية الليبية، ومن بعد بعد عام هذه صارت في نوفمبر 87، بعد عام 86 نوفمبر 87 مدوه لجماعة أبو نضال قال ماكو ديروا حكم لي نتوما اللي راكم حكمتوا هذا الزورق. المهم حكاية كذا، مادام الجزائر عندها علاقات مع كل الحركات التحرريه، طبعا الفرنسيين جاوا الجزائر قال اعطونا كذا معلومات شوفوا لنا كيفاش تدخلوا كيفاش توسطوا، لانه هذا كان دور الجزائر، هذه هي الدبلوماسيه الموازيه اللي كان الجزائر يعني دايره بها حاله. دونك نخدموا على هذا الملف تاع السيركو، وانا اللي اكتشفت وقلت هالجنرال بتشين وانا في الجهاز، ماشي قلت له براك هدرت قهاوي له اليوم امنت بلي كان حزب فرنسا، لانه لما كنا احنا نخدموا على الملف حقنا الحد وين باش نكشفوا اتفاق فرنسي ليبي لي باش يكسرنا حنايا، لأن حنا خدمنا على الملف هذا نستناو حاكمين كي الليبيين كي الفرنسا حاكمين هم الوذنين، الفرنسيين يدخلوا على الخط يمشيو يحكيو مع الليبيين، قال قبل ما نتفضحوا في زوج نتعرف الجزائريين ويعودوا يلعبوا علينا ناخذ يا خلينا نفهموا بيناتنا. الفرنسيين كانوا على بالهم فاقوا باللي الليبيين هما اللي وقفوا زورق السيركو، تعتبر هذه عملية قرصنة سينك دو بيراتري كيتي كومي بار لا ليبي بار ليتا ليبيان يعني بار لي سيرفيس ليبيان، عملية قرصنة.
باشي فرنسا قال نغموا لافير، نبيعوا لكم مس الطيارات ونبيعوا لكم كذا باش يديوا دراهم. فرنسا محتاجين يبيعوا سلعتهم، سمعت؟ وقال وتم اطلاق سراح الرهائن بعد عامين وثلاثة الى 3 سنين، تم اطلاق سراحهم. والصحافه الفرنسيه ما تكلمتش خلاص على الموضوع، خرجوا طاف، خرجوا الزوج الاولين، بعد لحقوا الاخرين، بداوا بالفرنسيين، بعد لحقوا لي بلج. تما حنا صبنا روحنا على اللوحه. في هذه كان ذكرهم الجنرال قتلوا، لانه جاء الامر من فوق من الرئاسه يقول لك توقفوا كل شيء. قلت له انا عبالي بلي رانا دوله وكذا ومنا وعندنا قوه والملف عندنا، نحطوا ندوه للرئيس يروح يحكم كي القدافي كي ميتيرون، يجبدهم من وذنيهم، يقودهم من وذنيهم. كانت فيها شيء كبير يعني، واش حبوا يديروا من هذاك اللي قال لك وقفوا باش يخلقوا عندنا اون ديفيرسيون داخل الجهاز؟ راك يقول هذوك اللي قالوا هذو السي العربي بالخير وجماعته اللي في الرئاسه، حبوا يخلقوا الشغل بالبلا ويديروا اون ديفيرسيون داخل السيرفيس، يحرشوا الجنرال بتشين على اسماعيل، ويروح ذاك الوقت يتهموه باللي راه يتعاون مع الفرنسيين. تخرج في هذا، خرجت حكايه دونك جينيرال ابعد اسماعيل، كان اسماعيل قلنا ليوتنون كورونا هذاك، ابعدو من الجهاز، قال ريح في الدار. كي ريح في الدار ولاو يعسوا عليه، دايرين عليه سيفيونس فيكس وكذا ومنا. كاين جماعة اللي مال اللي كانوا يقردفوا لسماعيل، ولا يقول لك انا نجيب لي اسماعيل لهنا درك انا ندير له اوديسيون وندير له كذا ومنا، عادو يتعنطرو. شكون يجيبوه يحبسوا باش يغرقوا اسماعيل؟ يعيطوا لي انا، هذه امور نحكيها لاول مره، يعيطوا لي انا الروح واش كاين. قال كاين كذا منا ما فير، هذه تاع السيركو تاع كذا، تاع فير السيركو انا اللي بديتها، طرحتها على اسماعيل ومن بعد طرحناها على الجنرال، الجنرال طرحها على الرئيس وخدمنا فيها. حتى علاقة تاع باش نجي انا نعرف، باش ما نقولكم والو، انا الجماعة اللي عيطولي بالجهة ما نقولكم حتى كلمة، لأنه هذه قضية فيها لو كلوازونمون سرية مطلقة. يزمنا نعن جينيرال بتشين تيقول لي ما ديرهم ما ديركم سينا والو. ما بون راحو للجينيرال قالوا له هشام ما حبش يتكلم، ما حبش يهضر وكذا، ما عيط لي شفى الله أعلم. سي أن بروميي مي، الله أعلم سي أن بروميي مي، لأنو شفت نهار بروميي مي فيريي، مي بون حنا نخدمو ديما. كان جوا 4 تاع العشية، أنا معول باش نروح، قلت بوليفا نروح نروح شوية بكري. عيط لي جينيرال المكتب، قال لي أنا كنت في ذاك الوقت مكلف ب، كنت نائب مدير مكلف بالتحاليل، عيط لي قال لي فوالا مش قالوا لي الجماعة. قلت له لي أنا كنت صريح من بكري ما عنديش تانا، قلت له اسمح لي مرة على لي كولير دو شيف ما ندخلوليش فيهم، كاين صراع ما بين مسؤولين أنا ما ندخلش فيها الأولى، ثانية أنا باش واحد يجي يدخل لي في مخي بلي جنرال إسماعيل كولونيل إسماعيل راهو عامل تاع فرنسا وراجل مجاهد وكذا، ما أنا واش تقولوا علينا حنا غدوة كي قادر كي والو، هذا مجاهد الراجل كذا، نجي انايا ولد البارح نتهمو ولا نكذب عليه ولا نفتري عليه، الامور واضحه. ولكن هاي انا عم بالي كي افونسينا وكذا منا، تدي الملف شادلي وتقول له هاك تفضل، كي ميتيرون كي قدافي يحكمها من وزنهم، ولينا في حبس حبس وكذا منا. هذا الشيء اللي الحق يعني، جنرال سمع لي كلامنا وقلت له وقتها كان يجي يقول لك راهو سي لوم هذيك حل عياط ولا سي لوم اسماعيل، قلت انا سي لوم دو بيرسون انايا الحمد لله. قلت انا الصباح كي نحفف شوف روحي في المرايا نعرف روحي راجل، وبابا رباني نكون راجل ما ربانيش باش نكون تابع الاكس او ايكراك. انا عندي كفاءاتي، قلت تعرفني راني هنا على كفاءاتي، ما عندي حتى شي اللي
الحق يعني ما تكلمش معاه بكذا القاب، كان احترام كبير دار مليه لدى ديال الديوان عنده، كنا على بون. تم توقيف الكرونيل اسماعيل، حبسوه، بعد كشفت اللعبة أنا كتبتها في لامافيا دي جينيرو هادي وقلتها للعربي بالخير من بعد، قلت له ها كيفاش كنتو تلعبو نتوما، تحب تضرب جينيرال بتشين، وعلى هاديك جينيرال بتشين كيقولي عندي زوج عديان، العربي بالخير واسماعيل. اللي راه يسمع فيوري وصلوها له درك يضحك ما يقدرش يقول لنا لا هي كذب لا لا، لانه راجل على قيد الحياه وراجل ماهوش تاع قول لي عندي زوج عادي نعرفي بالخير والعمل، لانه هو في باله انه اسماعيل كان متفق مع العربي بالخير باش بعد يمشي عنده بتاع. لما توقف اذا المندوبية العامة للتوثيق والأمن اللي كانت يجهز عيطلو العربي بالخير وبعتو كمستشار في المديرية المركزية لأمن الجيش اللي كانت تحت أوامر تحت قيادة الكولونيل توفيق، كان ذاك الوقت كولونيل هاي كيفاش نعرف. راح بعد لما دزو بتشين باش يديميسيوني باش يستقيل من جهاز الأمن، كانت لعبة دي لازم نحكي فيها نهار على كل حد تكلموا عليها. جا توفيق المدير يعني يخلف جنرال بتشين على رأس المندوبية العامة للتوثيق والأمن، ومن بعد أنا تصام لي أنا أسبوع ونهار أنا خدمت نهارين مع التوفيق، ومن بعد ديت سمانة كونجي لأني ما ديتش كونجي تاعي، أنا كنت جامي ندي كونجي جامي حتى بيرميس ما نعرفوش هادي تاع بيرميس، الحمد لله نخدمو في بلادنا بلا ما نحسبو. ديت أون سمان كونجي وقتها ما ديتش كونجي سمانة كونجي، من بعد كي وليت شتاك عيقراني في الدار عيبقى على خير ما رحت للدار، حتى من بعد عيط لي وكذا منا وقال سي تيرميني، عيط دابور اسماعيل قلت له هاي ديك لا دوموند دي راتياسيون ما لي مبالو، قلت له تذكر مليح النهار قلت له راني خوك الكبير، قال لي ايه، قلت له مالا ولا راك صادق مع راك عاوني في هادي، عيطت له لا دوموند دي راتياسيون كاش هضره. دونك هذيك ما كان لا خليه سريه ولا كذا، يعني هذه جات فرصه باش بنادم يهضر بعض الامور يكتب بعض الامور كيفاش كانوا جماعه فرنسا يضربوا هذا بهذا، وخاصه ما بين قدماء جيش التحرير الوطني، وللاسف انه قدماء جيش التحرير الوطني يعني طاحوا في الفخه هذه لانهم هما الاخرين يلعبوا بزاف تكتيك هذا نعم. دونك تاع لو كان يعني جنرال بتشين صبخة لي سرية واش ماهوش شاف فينا باش يخليها، والله اللي عقبهم الرصاص رميين بالرصاص تلعب انت ماشي بتشين انت با باترون دي سيرفيس في لي زاني 2000 و2015 و2000 ولات الناس تبيع وتشري هيتي دون لي زاني 80 كانت مازالت زير واقف ومازالت زاد كان مازال الجهاز واقف ما تكسرش، حتى كيحبوه باش يكسروا زاد قواه لما شبب هذا الجهاز هذايا، هذا يعني شي يسجله له التاريخ ماشي انا، ولا غير اللي راح ما كانش واحد اللي خدم في الجهاز تحت قياده بتشين يخدم يجي يقول لك ان بتشين كسر الجهاز، ما كانش واحد حتى اللي بالكش ظلمو اللي بالكش نحاه اللي باش بون دوكا اللي هذوك بعدهم سي نورمال يقول لك راح للنصب تاعو، اما الكفاءات والشباب الجامعيين ما تسيبش واحد يقول لك راهو كسر الجهاز ما فيهاش. والشي اللي كان مليح انا نتكلم معاه بحريه، انا شخصيا نتكلم معاه بكل حريه يعني ما تشوفها عند حتى واحد، كان يعني يتقبل مني ويسمع لي يعني كانت العلاقات ممتازة على الآخر، وما كان ما بيننا حتى
صلة تاع عائلية وغيرها. عرفتني في الجهاز، عرفت في الجهاز النهار اللي خرجنا تلاقينا، اللي تخالفنا بينا صلينا عليه. الراجل اللي ليه ليه واللي خاطي خاطي واللي عليه عليه. فوالا أنا كنت واضح، لأنه السيد اللي قال كانت خليت، لكن المفروض يعطي الاسم ويعطي كيفاش. وانا كنت الاخر تكلمت واش اللي صرا بالضبط، وكيفاش يتم التعاون الامني، وكيفاش يتم لا، ويجي نهار ونتكلموا ثاني على امور اخرى في اطار التعاون الامني، سمعت يعني مع الامريكان مع كذا، لانه يعني كاين قضايا اللي تمت لا فوالا. صح فطوركم والسلام عليكم. ونتمنى الاخ اللي طرح لي سؤال راهو عنده معلومات. السلام عليكم ورحمه الله.